تواجدنا اليوم في غرفة تجارة وصناعة الشارقة مع مجلس شباب غرفة الشارقة لإلقاء محاضرة باسم I Job My Love لنلهم الشباب على كيفية شق الطريق والتميز في هذا الطريق والاستمتاع بالطريق وترك بصمة وتجهيز هذا الطريق للأجيال القادمة بصناعة شركات ضخمة وعملاقة. شفنا تفاعل كثير بين الشباب وكل الموجودين، والحمد لله أتوقع في استفادة طيبة، والله يوفق الجميع، وشكرا لكل الحضور.